راسك دي انا شكلها ده اللي محدش يتوقعني. الظاهر كده ان في حيوانات هنا، عشان كده عاملين السلك الشيك دوت ومانعين ومش عايزين حد يخش جوه. يا ابني تكسر الترابيزه، اوعى يا مرافق. يا سلام، عاش عاش، عاش حدك تكسرها تاني. لا مستحيل. يلا مرايه صلاه النبي اشد عليك لنا. لا ده ساحر 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 ساحر. ده اول فلوج نعمله في الصيف. الواحد كده بقاله فتره ما عملش فلوجات كده، حاسس ان في حاجه غريبه كده. السلام عليكم واهلا بيكم في فلوج جديد. خلينا كده عشان ناحيه الشمس بس، فخليكم معانا ان شاء الله يكون فلوج مميز. يلا بينا. طيب احنا الناس كلها اللي معانا، احنا طالعين اكتر من تقريبا 28 واحد عربي، هنطلع في مكان رهيب كده. حاليا كله مشي، ما فاضلش الا انا وثلاثه، ناخد تاكسي ونروح على هناك ان شاء الله. طيب يا جماعة وصلنا المكان، هنا خرافي. اوكرانيا في الصيف حاجة تانية خالص. جودة كان ناقصة حاجة واحدة بس، كان ناقصنا درون، لكن للأسف معيش. بإذن الله حتى لو مشيت من المدينة دي تتعوض، وبإذن الله في مرة تانية لازم نيجي المكان ده ونصوره بالدرون. المهم الشباب كلهم هنا جاهزين، بدأنا نجهز الحاجة عشان هنبدأ الشاوي دلوقتي. بس بعدت شوية عشان أعرف أصور، عشان في احنا أكتر تقريبا، احنا 30 واحد، فعشان أعرف أصور براحته كده. فحاليا احنا واقفين مستنيين الشباب، بنجهز الحاجه عشان هنبدا الشاوي ان شاء الله. الولعه بقى لها ساعه مش عايزه تولع، الناس كلها قربت تاكل واحنا لسه ما بداناش. فرايحين دلوقتي انا ومرايف نجيب خشب. طب احنا مش هنكسر الشجر يعني؟ طب اهو يا سبحان الله. ده مين ده؟ ما لهاش دعوه مين. طب ده هتتكسر ازاي؟ مش هتعرف تكسره. تعال نستكشف ال، هتكسر الترابيزه يخرب بيتك. يا ابني هتكسر الترابيزه. يا ابني الترابيزه. يا عم تعالى نشوف واحده ثانيه. هو بص عايز حطب زي ده كده، اكيد يا حبيبي مش هكسر بقى الشجره فاهم. والله ممكن تتكسر. ايه هعمل معاك؟ لا الشجره دي لا، اوعى يا مرافق. يا سلام، عاش عاش، عاش حدك تكسرها تاني. لا مستحيل. ثانية بس، هما عايزين خطب زي ده تقريبا. ده الكسر ده ما جبنا اهو. ولا الاخضر من عارف يا ابني وانا هاوي، انا عارف الطري ما بيولعش. شوف ابن انا خبره في الشوي، في الاخر كله مش هيولع معانا. اصلا جبنا خشب، حطب قصدي، حطب اهو، ده حطب والله، ده حطب. هو ايه اللي حطب يعني؟ اتكلم بيه انت، ده حطب اهو، ده خشب. دي حطب، دي مش موجود عندنا. ده خشب اهو. ده حطب، ده حطب يعني خشب وخطب يعني. يلا لا امشي يا مرة، امشي 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 حبيبي، يلا خلي حبيبي يلا. مع المفاجأة. اوعى
النص. ده انا ما حدش يتوقع. والله يدوت يدوت كهرباء الاخوان ده هيسكر ويجي نط منور والله. انا كل ولا الله مرايا وفياض نار وفياض مش باين. شوف احنا مظلمين كده ليه. انا عايز اقول لك منور يعني بس يعني ايوه كده منور. شوف دلوقتي مع فقره السحر يلا لؤي وعايزين نشوف ماجيك بقى يعني فاهمني. يلا لؤي اللي يعمل التركات. كتامي لا ينبهر حاجه. الكلام صحيح الفيديو ده احنا مش هنوصف فيه حاجه يعني هنحطه زي ما هو مش هيبقى فيه اي اصل. اهم حاجه مبقاش فيه اصل. فهنبدا دلوقتي. اتفضل لؤي. اتفضل نقوم يعني. اتفضل جاهز يا بيه. يلا ماشي. اتفضل خد كارت. تمام وريه اهم حاجه توريه الشاهر كتامي مرايف. تمام والكاميرا. تمام قربهم الكاميرا يا دي تغبي. حلو توريتك انت كل الناس اللي ماشي. اهم حاجه انا ما اشوفهاش. اهم حاجه انا ما اشوفهاش. تمام انا ما شفتوش. تمام ماشي. انا هاخد دلوقتي ابص على الكاميرا. تمام خلاص ماشي. خلاص حط. تمام هنحط الكوتشينه. ماشي هنفتح الكوتشينه. الكوتشينه كلها دلوقتي ايه متفنطه صح. لو انت مش حاسس انها حاسس ان في حاجه غريبه عايزك تفنطها تاني. فنص الكوتشينو. تعالى براحتك يعني. انا المفروض ان انا دلوقتي اتوقع الكارت بتاعك يعني. الفيديو كنت عم اخلص عشان استناك 20 سنه يا كتامي. احنا قلنا مفيش مونتاج. ماشي تمام. انا في الكوتشينه تاني دلوقتي. تمام معجلة تانية يعني. السطح معفن شوية. مفيش مشكلة مفيش مشكلة. دلوقتي انا همشي بايدي كده. اوكي. والمنطقة اللي فيها الكارت بتاعك عايزك تقول في دماغك اوقف اوقف اوقف. تمام عند المنطقة اللي فيها الكارت بتاعك بس في دماغك بس. تمام انت مش شايف الكارت بتاعك يا كوتهم؟ شايفه؟ طب ما تقول له. تمام الكارت بتاعك هنا صح؟ تمام دلوقتي انا همشي برضك بصباعي. تمام بحاول اقف عند الكارت بتاعك. يا صلاة النبي اشطع لك الله. لا ده ساحر 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 ساحر. خلاص دلوقتي انت عارف الكارت بتاعك صح؟ هو كده كده كان خمسة برضك يعني. تمام هنحط كارت تحت كارت فوق. تمام بس نعمل شنو. تمام دلوقتي ايه في كوين فوق وكوين تحت صح؟ تمام ماشي. مفيش كوتشينه متلخبطه. كارتك مش تحت. تمام صح. عندك اي كلمه سحريه؟ بللم. البللم. تمام نعمل كده كلمه عبثيه. تقول البللم بتاعتك. الاثنين كوين هيقربوا شويه. البنتين هيقربوا من شويه كروت. تمام بللم. تمام ده ثبت على ماشي. بللم دلوقتي بيدك السحريه. بللم في حوالي كوتشينه. انت كارتك مش فوق صح؟ تمام ادي في حوالي بتاع شويه كروت. ماشي. من البنتين. من البنتين. تمام ناخد ال تمام ماشي. ناخد الكوين نحطها في النص. تمام يلا الكلمه السحريه العظيمه بللم. البنتين هيمسكوا كارت واحد بس. شوف الكارت. يا صلاة النبي. ده
طيب يا جماعه الحمد لله بعد ما خلصنا غدا حاليا نحاول نستكشف المنطقه حوالينا هنا و... مش عارف ايه اللي بيطلع صوت ده تقريبا سفينه او حاجه اوكي هنا حاطين شبك فمعنى انهم حاطين شبك هنا ده معنى ان انت ما ينفعش تعدي المنطقه دي في شبك وفي سلك شيء ايه ده هو في هنا يعني زي مفضلات حيوانات شكلها غريب الظاهر كده ان في حيوانات هنا عشان كده عاملين السلك الشيك دوت ومانعين ومش عايزين حد يخش جوه ليه يعني كنت عايز اقطع دي بصوا كنت عايز اعملها كده يا اخي هنخش من هنا هو دلوقتي في ثلاث طرق ده ولا ده ولا ده ده بتاع الغابه انت هتلاقي كوخ هنا كوخ 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 وننزله طريق لا الطريق شكله حلو يعني باي مان طب بما ان انت جيت هنا قبل كده احتماليه ان يطلع لنا حيوان او اي حاجه كده كبيره بسم الله الرحمن الرحيم على كون ده 50% وال 50% كل سنه جدا منور يا زياد الله يكرمك حبيبي مفيش نور الله كده منور فاحتماليه ان نطلع لنا حيوان قد ايه؟ سناجب لا قشطه سناجب عادي 50 الباقيين ممكن اي حيوان تاني تعبان والله في تعبين هنا؟ ما بحبش التعبين يطلع لنا اناكوندا من هنا ولا حاجه؟ استنى يا لا صورنا بالكاميرا الصور اوكي يا جماعه من هنا ننهي الفلوج دوت شكرا لكم على مشاهده الفيديو اتمنى يكون الفلوج عجبكم وان شاء الله من وقت للتاني كده هصور لكم فلوجات مش هتبقى بشكل يوم ولكن الايام المميزه والايام اللي هنعمل فيها حاجه جديده باذن الله هصور لكم فيها فلوج وهينزل على القناه شكرا لكم على مشاهده الفيديو ما تنسوش تتابعونا على القناه التانية انا موقف الفتره ديت لفتره بسيطه جدا ولكن راجع تاني وهنزل ان شاء الله بشكل يومي تقريبا شكرا لكم على مشاهده الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي